وطبعا ذبح النعام بيتم على ارض ناشفه تماما ما عليهاش نقطه ماء، وينشلوا على واحده ويمسكوها وعلى نظافه يدخلوها عشان يكلبشوها. عارف بيكلبشوها ليه؟ لان كيلو الريش ب1000 جنيه فبتتعلق زي ما انت شايف يا بيه. وهنبدا مع بعض في نتف الريش، وعلى راي المثل اللي يجي في الريش باشير، بعد النتف نخش على سلخها وفي الاخر نشوف طريقه ذبحها. انت فرحان؟ يعني اتخضيت. وبعد ما تتذبح بقى تبتدي تشد الريش. تصدق انا كنت بفتكر ان شد الريش وهي حيه. أسطورة. بس احنا ممكن ما ندخلهاش المزنقة. ما عاد. يلا شوي
Thank you.